علت أرض العرض بعروض الكفاءة القتالية وميدان الجبال. وعلى يميني ويساري خط المنتصف مجموعة من الطلبة تؤدي بعض المهام القتالية، إضافة إلى عروض فنون رياضة الباركور والتي تم تطويعها لخدمة العمل الأمني. كما أدى الطلبة قفزات خطرة بارتفاعات متدرجة واجتياز للموانع متدرجة الارتفاعات والمسافات والأحجام والصعوبة، موانع متحركة وأخرى ثابتة، كلها تعكس مدى الشجاعة والإقدام والمرونة والقوة التي وصل إليها الطلبة أثناء تأهيلهم بكلية الشرطة لمواجهة متطلبات العمل الأمني.